بسم الله. النهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض اداه بسيطه جدا بتتضاف للاكسل اللي هو بتاع جوجل، بيخليه يتعامل مع الشيرد برامتر. اول ما بدخل للادنس ديت، ممكن ادخل على كروم دوت جوجل وادور عليها، اسمها بيم 6 كلاود رايتر، او هتلاقي على المدونه درافتسمان دوت وورد بريس دوت كوم، بقول له فري، بيبدا يسطبها، بيقول عايز تدخل بقى حساب، فبقول له ادخل بقى حساب فيهم. بيبدا يفتح لي الاكسل او السبريد شيت بتاع جوجل. اول ما افتح من ادنس هنبدأ نفعل البيم 6 كلاود رايتر، ونبدأ نعمل امبورت للشيرد برامتر، وبعد كده بعد ما نعدل فيه براحتنا هنقدر نعدل كذا خانة مرة واحدة، يعني كأنك شغال على جدول اكسل. بعد ما بتخلص خالص تسيفه، ببص هنا الاقي ان هو اضاف لي البيم 6 كلاود رايتر، اقدر اقول له امبورت فايل واعمل امبورت من ملف الشيرد برامتر، واعمل التعديلات اللي انا عايزها على الملف دوت، وبعد كده اسيفها عادي وانزلها على الجهاز.